ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن. دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر اللي محتاجها الجسم. ايوه. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ وبعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. احنا على البيسين والجو تحفه. اهو شويه وهنروح نتغدى بقى. اه طبعا ده احنا مبسوطين جدا. ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبتي، باي باي. انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي يعني؟ دي سفاله وقله ادب يا ستي. هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزاهم يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، انت بيغور الجو الشحات مبروك والعيال دي؟ لا لا خلي بالك، انا العضله عندي بتنمو لجوه. والعلم بقى، انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخرك اتنين ضغط وتفيص، خذق جدا يعني. على فكره انا غبي، ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي، ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تيجي باخرك معايا. اتفضلي. ماشي اتفضلي. هخش بنش فلات، شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست. بيلي ريك. بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ تعب بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل. اتقل من كده؟ ان شاء الله. ربنا يكون في عونك، شد حيلك. وده ايه بقى ان شاء الله؟ اسلك بيه اسناني؟ روح يا ابني هات ال 16. كابتن عمر، ممكن بعد اذنك تشيلني ال 16 لو سمحت؟ اه وانت ما تشيلهاش ليه يعني؟ اصل انا عامل فداء. فداء؟ لا مش عامل فداء في صورتي من 3 شهور. اه حاضر. الله يخليك، الله يخليهم لك. مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ ما فيكش حاجه؟ انت كويس؟ انا تمام، انا تمام زي الفل. الله يخليك، توكل على الله. توكل على الله. بتضحك ابوك بوتاجاز. لا ابوبه ايه؟ ده انا بالمره قلت اعمل تمرين لعضله السمان عشان كانت شاده عندي شويه. لا والله. اه انا مضطر استاذن. ها؟ انت رايح فين؟ لا معلش اصل الجو هنا مش جوي، وبعدين اصل الجيم ده عيالي بتاع ناس مبتدئه، انا بحب الحديد البلدي، الحديد البلدي بتاع الساحات الغبي ده عارفاه؟ انا هروح بقى الستيم عشان افك عضلاتي واطلع الرطوبه من جتتي، بعد اذنك. حد بيشاش جوه ولا ايه؟ قول لي رايح على فين؟ Thank you.
ايه ده يا سلمى؟ هو ماله متجنن كده ليه؟ اهو طول الليل كده بقى يا ماما، شخير وبيكلم نفسه وما بعرفش انام خالص. حرام. قولي لي يا سلمى، ايه اللي هو حاطه في وشه ده؟ الظاهر كده عنده مرض جلدي. ده ما بينامش غير لما يدهن كميه مراهم رهيبه. يا دي الخيبه، يبقى اكيد معدي يا حبيبتي، يبقى خلي بالك بقى على نفسك. المهم سيبك من الكلام ده، طمنيني عامله ايه مع جوزك. يا نهار ابيض. والله يا ماما، معقوله الكلام اللي بتقوليه ده يا سلمى؟ صدقيني يا ماما ده حالته صعبه قوي، حتى اليومين اللي فاتوا دول عمال اغير له في قمصان نوم، احمر اصفر اخضر احمر اصفر اخضر، لما بقيت عامله زي اشاره المرور. يا خيبته وما تاثرش خالص، ولما جيت اساله مالك فيك ايه؟ زقني وكان هيضربني.